اهلا مشاهدينا الاعزاء فيكم عن جديد، تحياتنا لكم، وما زلنا مستمرين معاكم بتخطيطنا ل يعني استعدادات مختلف القطاعات لاستقبال حاله عدم الاستقرار الجوي. من العاصمه الاردنيه عمان راح ننتقل الى محافظه العقبه، ومعانا الان على الهواء مباشره المهندس عامر الحباشني، المدير التنفيذي للشؤون الفنيه في شركه تطوير العقبه، ليحكي لنا اكثر عن استعدادات سلطه العقبه واستعدادات محافظه العقبه. مهندس عامر صباح الخير، وبدايه بدنا نسالك حابين نعرف أكثر، ما هي استعدادات سلطة العقبة لمواجهة يعني السيول المتوقعة وحالة عدم استقرار الجوية المتوقعة؟ الله يعطيكم ألف عافية زملائنا بطاقة العرب، وصباح الخير لكل اللي يتابعونا مستمعين، وتحية لزملائنا اللي كانوا معك الأستاذ لورنس والدكتور ناصر. يعطيك العافية. طبعا يعني احنا نتابع معك بطاقة العرب موضوع العقبة، والعقبة يعني الحالة القادمة احنا متعودين بهذه الظروف انه نتوقعها يعني بشكل عام. نعم. سلطة منطقة العقبة القضية الخاصة وشركة تطوير العقبة اجراحها التنفيذي من فترات سابقة، من سنوات سابقة، يعني نتيجة الظروف اللي كانت تمر فيها مدينة العقبة بالأمطار. نعم. اتخذت العديد من الاجراءات خلال الثلاث سنوات السابقة، واللي هي تقريبا اكتملت بنسبة 90% من إجراءات الحماية مدينة العقبة والمنطقة المحيطة فيها من السيول أو الحالات المطرية العنيفة. طبعا ستعرف مدينة العقبة شوي تتميز عن داخل مناطق المملكة أنها مدينة رملية جبلية. نعم صحيح. وهاي بتساعد كثير على موضوع الجريان وانتقال الأكلة مع مع جريان المياه، ولذلك المعالجات كانت شوية مختلفة. المدينة يعني عمليا من خلال السلطة منطقة العقبة وشركة تطوير العقبة قسمت إلى ثلاث دوائر رئيسية. الدائرة الأولى نقدر نحكي المدينة الداون تاون أو المدينة والأحياء السكنية. وبعدين الدائرة الأوسع شوي، الدائرة الثانية هي منطقة الأودية الداخلية ضمن إطار المدينة للجبال المحيطة. والدائرة الأوسع الأودية الخارجية القادمة للمدينة من الخارج. وكثير كنا نتأثر بالأودية الخارجية بالمعنى الفني أكثر منها. نعم. من الداخل أو المناطق الأودية الداخلية في المدينة. السلطة عملت نظام كامل لتصريف المياه، وخلال الموسمين أو السابقين كانوا فعالين كثير. بجوز الناس ما بيلاحظوا أنه فترات ما بعد الهطول فقط للديلي تايم، يعني احيانا مستمر نصف ساعه او ثلاث اربع ساعات بتكون كل الامطار استغرقت. صحيح. استغرقت في مناطقها الصحيحه. الاودي الحلقه الثانيه او الدائره الثانيه من دائره العمل هي منطقه الشوارع والاودي المحيطه بالمدينه الصغيره اللوكال وادي. نعم. وهاي تم عليها اجراءات، وجاري الان استكمال اجراءاتها من خلال إنشاء عبارات ومن خلال إنشاء مجاري المياه وتنظيفها ومتابعتها. وهذا العمل تقوم فيه كذلك شركة تطوير العقبة بالتعاون مع السلطة. نعم. الدائرة الثالثة واللي هي الأهم والأخطر واللي هي بشكل خطورة على المدينة، اللي هي بتشمل الحمايات في ثلاث أودية رئيسية أو واديين رئيسيين بيفيضوا على المدينة أو بيأدوا إلى المدينة والمنطقة الحيوية فيها، إن كان منطقة صناعية أو سياحية أو المنطقة السكنية. هذول الثلاث محاور الأساسية هم وادي تسن ووادي ليتن. طبعا للمستمعين خارج إطار مدينة العقبة، المنطقة الدخول إلى محافظة العقبة من طريق الصحراء هي منطقة وادي ليتن. صحيح. هذه المحطة، هذه الواديين مساحتهم حوالي 4000 كيلو متر مربع تقريبا في شكله. نعم. ونعمل فيهم مجموعة من السدود والكوابح اللي بتمنع وصول المياه او بتاخر وصول المياه بنسبه كبرى والتحكم فيها. ساعتهم تقريبا بتجاوز ال 150 مليون متر مكعب في حال امتلاءهم. طبعا ما شاء الله. في الموسمين السابقين ثبت فعاليه هاي المنظومه، ونامل انه في الايام القادمه يعني اذا جاء ظروف خاصه من التاثيرات المطريه اللي تجينا من المناطق الصحراويه الشمال شرق المدينه، اللي هي المنطقه المرتبطه بالحدود العربيه السعوديه ومنطقه السيسي ورام والكويره ومنطقه اسفل وادي اسفل منطقه النقب. هذول المحطات متاثر او المناطق هاي هي الكاتشمنت اريا اللي بتاثر علينا. نعم.
بالاضافه لذلك احنا عملنا يعني مجموعه انذار مبكر هي الاولى على مستوى المملكه وهي سابق يعني زملائنا في الحكومه العرب بتابعوا معنا هذا الموضوع صحيح المباشر والتواصل معكم نعم. مجموعه الانذار المبكر تشمل 14 محطه انذار 11 محطه جريان مياه وهذه المنظومه مرتبطه من خلال عناصر قياس ومن خلال كاميرات موزعة على المناطق الجغرافية في الأودية المحيطة في مدينة العقبة ومربوطة على نظام مراقبة داخل شركة تطوير العقبة وبالتأكيد هذا يتابعه كادر من شركة تطوير التعاون مع زملائنا في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبالإضافة وجود ثلاث محطات مناخية جوية وهي سابقة أولى طبعا في مستوى المملكة ما شاء الله طبعا أربع محطات إنذار تعطينا اول ما يبدا سقف المياه النسبه معينه نعم. بعد ما يبدا مسير المياه نبدا ناخذ في القياسات او تصلنا القياسات تباعا كل 15 دقيقه بتبدا تصلنا القياسات نعم. واللي بناء عليها ممكن اتخاذ اجراءات لا محلات في حالات الطوارئ او تفاقم حالي معين في منطقه ما انه نبدا ناخذ اجراءات اما تفريغ او ابعاد او الى اخره المتاثرين منها ان شاء الله. المناخيه الجويه بتقيس درجه الجو درجه حراره ورطوبه وسرعه الرياح وشده هاي الرياح وهاي تعطينا موجوده ثلاث محطات واحده موجوده في منطقه الجويره وواحده موجوده في منطقه مقر الشركه تقريبا سنتر المدينه السكنيه او المنطقه السكنيه وواحده والثالثه موجوده في المنطقه الصناعيه الجنوبيه الحيويه اللي هي فيها منطقه الصناعات والموانئ والميناء الجديد. لا. هذا العمل كلياته هي والجزء هذا العمل كلياته اللي هو تم خلال استكمال لما كان سابقا وخاصه خلال ثلاث سنوات الاخيره نعتقد ان هذه المنظومه قادره على حمايه المدينه والحمايه من الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء لكن قادره صحيح والنعم بالله المدينه من خلال هذه الاجراءات المعلومات مباشره هناك فريق عمل في سلطة منطقة ترأس وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتشارك فيه شركة تطوير العقبة وجميع المؤسسات العاملة خاصة في المنطقة الصناعية الجنوبية والمدينة والمناطق الاستثمارية. بمجرد توقع أو وصول معلومات عن توقع إما منخفض أو حالة مطرية معينة زي اللي نتوقعها غدا أو بعد غد بيتم التواصل مباشرة بين هذه اللجنة وبيتم تجهيز كافة الآليات المتوقع الحاجة إليها من خلال الجهات العاملة في المنطقة والمؤسسات اللي عندها فرق خاصة وبصير حالة متكاملية لمتابعة هذا الموسم المطر. الحمد لله السنوات الأخيرة شهدت حالة من الاستقرار يعني العام الحمد لله بجوز العاصفه الاخيره اللي عرفت انها عاصفه تنين اجى منها اضرار ماديه في مناطق يعني كانت شوي قويه بقي عندنا حوالي منطقتين او ثلاثه نسميهم نقاط ساخنه ثنتين منهم عولجوا والثالثه قيد المعالجه نعم وفي كل بعد كل موسم مطري او ضرب جوي غير طبيعي يتم التاشير على بعض النقاط الضعف او النقاط قد يحصل فيها بعض وبتم بيبدا معالجتها تباعا نامل انه باجراءات نهائي اخذنا احتياطات اللازمه فنيا وفي النهايه بالتاكيد المطر الخير كويس للجميع للوطن ولكل ان شاء الله يا رب ان شاء الله نامل انه العجبه في يوم غد كذلك انه تعدي العاصفه او ما يعني استرحال الاضطراب الجوي القادمه كما وصفت لنا تعدي بسلام يا رب وما إن شاء الله. تاثر على ما تاثر على يعني اي من المنشات في النهايه هدفنا حمايه المواطن بالتاكيد مهندس صحيح والدرجه الثانيه حمايه الممتلكات العامه نعم. وخاصه المنشات الاقتصاديه اللي فيها استثمار كبير في المنطقه الصناعيه الجنوبيه وفي المناطق السكنيه وفي المناطق الاستثماريه ان كان شمال المدينه حيث منطقه وادي عربه ومدخل وادي اليتم او جنوب المدينه والاوديه اللي موازيه لها
السنتر المدينة في المنطقة الحيوية السياحية. 100% باش مهندس. أنا بدي أشكر اتصالك معنا، ما شاء الله يعني أوجزت وحكيت كل شيء، ما خلت لنا مجال نسأل. الله يعطيك العافية مهندس عامر الحباشنة من شركة تطوير العقبة، وحكى لنا أكثر عن الاستعدادات يعني لاستقبال حالة عدم استقلال جوي بمدينة العقبة، محافظة العقبة. الله يعطيك العافية، شكرا لوجودك معنا. مشاهدينا الأعزاء راح نروح على آخر فاصل ببرنامجنا، نرجع نكمل معاكم، خليكم معنا. اهلا مشاهدينا الاعزاء فيكم عن جديد، تحياتنا لكم، وما زلنا مستمرين معاكم بتخطيطنا ل يعني استعدادات مختلف القطاعات لاستقبال حاله عدم الاستقرار الجوي. من العاصمه الاردنيه عمان راح ننتقل الى محافظه العقبه، ومعانا الان على الهواء مباشره المهندس عامر الحباشني، المدير التنفيذي للشؤون الفنيه في شركه تطوير العقبه، ليحكي لنا اكثر عن استعدادات سلطه العقبه واستعدادات محافظه العقبه. مهندس عامر صباح الخير، وبدايه بدنا نسالك حابين نعرف أكثر، ما هي استعدادات سلطة العقبة لمواجهة يعني السيول المتوقعة وحالة عدم استقرار الجوية المتوقعة؟